قال الجيش المالي أن 3 صينيين وموريتانيين 2 يعملون في شركات بناء خطفوا بالقرب من الحدود مع موريتانيا، موضحا أن الهجوم الذي استهدف موقعا على بعد نحو 55 كيلومترا من مدينة كوالا جنوب غربي البلاد دمر أيضا معدات بناء. هذا وتعقب الجيشان الموريتاني والمالي بدعم جوي فرنسي مرتكبي الهجوم. هكذا بدا المشهد بعد هجوم مسلح تعرضت له ورشة أشغال عامة في مالي. الهجوم أسفر عن اختطاف موريتانيين 2 و3 صينيين. وقع الهجوم في منطقة فيها حضور لجبهة تحرير ماسينا التي هي إحدى مكونات تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين التابع لتنظيم القاعدة. الجيش المالي أعلن أن جنوده يتعقبون منفذي الهجوم بدعم جوي فرنسي. مراقبون لنشاط الجماعات المسلحة في تلك المنطقة رجحوا أن يكون الصينيون هم المستهدف من وراء الهجوم، وذلك قياسا على عمليات اختطاف تعرضوا لها في دول مختلفة بغرب إفريقيا. آخرون قالوا أن اختطاف موريتانيين واستهداف شركة موريتانية رغم حصولها على أرض مالية يمثل رسالة إلى موريتانيا كذلك، إذ أن هذه العملية هي أول عملية اختطاف لموريتانيين منذ عقد من الزمن تقوم بها الجماعات المسلحة في مالي. ويرى هؤلاء المتابعون أن الهجوم قد يعني أيضا أن اتفاق المتاركة، وهو عدم الاستهداف المتبادل بين نواكشوط وهذه الجماعات المسلحة، قد انتهى مفعوله. لكن آخرين لهم رأي مخالف، فالهجوم هو محاولة للتوسع في هذه المناطق الرخوة من مالي بعدما اشتد الخناق على الجماعات المسلحة في الشمال، وبعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى نشر قوات أممية لتأمين مناطق الوسط المالي. وكانت فرنسا قد حذرت مؤخرا من أن الجماعات المسلحة في مالي تسعى لتوسيع انتشارها نحو بلدان في غرب القارة السمراء. وتشهد مالي منذ 2012 صعودا للجماعات المسلحة انطلاقا من شمال البلاد، أغرقها في أزمة أمنية قد تتوسع أكثر، خصوصا بعد إعلان فرنسا خفض عدد قواتها في تلك المنطقة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من نواكشوط قريني ولد أمينو الكاتب السياسي، أهلا بك. ما خطورة ما جرى على الحدود بين موريتانيا ومالي، وبالتالي هل يؤشر ذلك إلى عودة نشاط الجماعات المسلحة هناك؟ مرحبا. ما حدث ببساطة هو أنه في مساء السبت يوم أمس تم اختطاف موريتانيين و3 صينيين كانوا يعملون في شركة TTM، شركة موريتانية لديها مشروع إعداد طريق في الأراضي المالية على بعد 200 كيلومتر من الحدود الموريتانية في أعماق مالي. تم الاختطاف دون قتال. الرئيس الموريتاني اتصل على الرئيس نظير المالي، هناك مباحثات وهناك تحركات من أجل عودة الموريتانيين المختطفين وكذلك أعتقد الصينيين. الرسالة السياسية البعض يعتبر أنها رسالة موجهة للصين، هذا التحرك الاقتصادي للصين بات معلوما في إفريقيا، والبعض الآخر يقول أن الحركات المسلحة في مالي دأبت على المهادنة أو المتاركة كما يقال مع الحكومة الموريتانية أو الدولة الموريتانية. للتذكير آخر عملية من هذا النوع كانت في 2009 حيث تعرض دركي موريتاني لاختطاف في مقاطعة عبد البقرو في أقصى الشرق الموريتاني. نعم. طيب، الأمم المتحدة أوصت بزيادة الأعداد القوات الأممية في تلك المنطقة الرخوة، بالتالي للحد من توسع أو من خطورة توسع الجماعات المسلحة نحو بلدان غرب إفريقيا. هل برأيك هذا يكفي؟ من المعروف أن الموقف الفرنسي الأخير من ما يجري في مالي قد يلقي بظلاله على الوضع في هذه الدولة الإفريقية التي تتناهشها الأوضاع السياسية المضطربة.
من المعروف أن الحركات المسلحة في مالي تتجه جنوبا منذ بعض الوقت، أي في اتجاه خليج غينيا، وهذه الفرضية هي التي تقلل احتمالية أن هذه الحادثة الأخيرة عندها طابع عسكري. من المعروف أن مالي ما لم يستتب الوضع فيها من المستحيل أن نتحدث عن استقرار في غرب إفريقيا وفي هذه الدولة التي تعتبر ميزان للتوازن. وبالتالي هل ما جرى هو انعكاس طبيعي لقرار فرنسا الانسحاب من مالي؟ من المبكر تأكيد هذه الفرضية، لكن من الأكيد أن الفترات القادمة كفيلة باتضاح الصورة بشكل أكثر. الأكيد أن مالي تعاني من الوسط، تعاني من الشمال، والأكيد أن فرنسا بانسحابها من الوضع في مالي بهذه الطريقة قد يؤثر على الوضع الميداني ووضع الاستقرار المرجو أن يعود إلى طبيعته، خاصة أن الانقلابات الأخيرة ماذا عن مصير الاتفاق عقدت المهمة. سيد ولد أمينو، ماذا عن مصير الاتفاق الموقع بين نواكشوط والجماعات المسلحة؟ البعض يقول أن ما جرى يدل على قرب انتهائه. هناك مؤشرين يمكن الاعتماد عليهما. الأول أن المختطفين الموريتانيين أحدهما اتصل بذويه اليوم، والآخر اتصل بمشغليه، أي الشركة التي تزاول العمل في الأراضي المالية. من الأكيد أن هذه رسائل ودية، أولا المختطفين في حالة سلامة، والثاني بأنهم المختطفين لم يطالبوا بفدية، وهذا مؤشر سياسي على استمرارية الود بين الموريتانيا والحركات المسلحة. من المهم التأكيد على أن هذه سابقة منذ 2009، ومن المبكر التأكيد بأن هذا التصرف أو هذه الحادثة له دلالات من المستحيل أن نعتبرها عودة رسالة إلى الصين كما ذكرت سيد ولد أمينو. شكرا جزيلا لك من نواكشوط سيد قريني ولد أمينو الباحث السياسي.